قتل 28 قياديا في حركة أحرار الشام الإسلامية المقاتلة ضد النظام السوري في انفجار ضخم استهدف اجتماعا لمسؤولي الحركة وقادة الألوية مساء الثلاثاء في ريف إدلب في شمال غرب سوريا. ونعت الجبهة الإسلامية التي تنتمي إليها حركة أحرار الشام القائد العام للحركة حسان عبود المعروف بأبي عبد الله الحموي وقادة آخرين مشيرة إلى أنهم قتلوا في الانفجار. وأحرار الشام جماعة إسلامية متشددة تنضوي تحت لواء تحالف الجبهة الإسلامية الذي يخوض صراعا مسلحا مع تنظيم الدولة الإسلامية.